السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم أزمات العراق وتعاطي حكوماته الفاشل معها. اليوم سنتحدث مشاهدينا الكرام عن مجموعة من الأزمات التي يمر بها العراق حاليا، قضية الأزمة الاقتصادية وكذلك أزمة كورونا والصراعات السياسية الدائرة الآن داخل العملية السياسية من أجل اختيار المناصب الوزارية وتوزيع المناصب بين الأحزاب، وكذلك قضية استمرار استهداف المتظاهرين والمعتصمين في العراق من قبل الميليشيات والقوات الحكومية دون رادع ودون قانون أو قضاء يحاسب أو يلاحق أو يعاقب من يقومون باستهداف المتظاهرين. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. بعد جاي يموتون، بعد جاي يموتون. ربط لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. احرق وراء أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم أن بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. كما قلنا مشاهدينا، اليوم سنتحدث عن أزمات العراق وإدخال حكومات ما بعد العراق، ما بعد الاحتلال العراق، في أزمات كثيرة. طبعا الأسبوع الماضي شهد اعتداء وقمع للمتظاهرين والمعتصمين في ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة بغداد على يد ميليشيات. قال الناشطون في ساحة التحرير وكذلك في الخلاني أنهم يتبعون لسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. تم السماح لهذه العناصر بإطلاق النار الرصاص الحي والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين بالعصي وبكذلك أسلحة الصيد، وبسماح من قبل قوات مكافحة الشغب أطلقت العنان لهؤلاء وتركت الطريق مفتوح أمام هذه الميليشيات التي طبعا أسقطت شهيد وعدد من الجرحى. أيضا سنتحدث عن قضية الصراعات السياسية الدائرة حاليا في العراق.
في الوقت الذي يعيش فيه العراق هذه الأزمة الكبيرة على الصعيدين الصحي وعلى الصعيد الاقتصادي كذلك، والأمني طبعا هو مستمر، لكن نرى بأن أحزاب السلطة ومصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة كلهم الآن يدورون في فلك الصراعات على المناصب والتقاسم للنفوذ، ويتركون الشعب الآن بلا أي علاج لأزماته وبلا إنهاء لهذا الاحتقان حقيقة الذي يعيشه المجتمع العراقي، من قضية غياب الدعم الحكومي، من قضية أزمة الفقر المشتعل الآن خاصة بعد فرض حظر التجوال وارتفاع مستوى البطالة والفقر في العراق. لدينا بعض الأسئلة التي نطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. نبدأ بقضية قتلة المتظاهرين. من يتحمل مسؤولية الكشف عن قتلة المتظاهرين بعد أن ثبت تورط الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وحكومات ما بعد الاحتلال وكذلك الميليشيات في استهداف المتظاهرين؟ من الطرف المسؤول عن كشف قتلة المتظاهرين للرأي العام وكذلك محاسبتهم أمام قضاء عادل ونزيه؟ ونحن هنا لا نتحدث عن القضاء في العراق لأنه قضاء فاسد كما صنفته الأمم المتحدة. أيضا بالنسبة لأحزاب السلطة، تأتي بعض الأحيان مناشدات وحديث من بعض المتصلين أو المشاركين أو حتى عراقيين في الداخل يطالبون حكومات ما بعد الاحتلال بإنهاء أزمة معينة، يعني مناشدة قد تذهب لإطلاق سراح معتقلين أو قد تكون مناشدة لحل أزمة التعيينات أو أي أزمة كانت في العراق. هل بقي هناك في العراق من يعول على أن هذه الشخصيات الموجودة داخل العملية السياسية يمكن أن تنهي الأزمات الموجودة في العراق وتعيد البلد إلى الطريق الصحيح وهي التي أوصلته إلى هذا الدمار بعد 17 عاما من حكمها؟ هل لا يزال من يعتقد أن هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات بإمكانها أن تصحح مسار البلد بعد كل هذه السنوات؟ نبدأ الآن من السيد كريم من بابل ليكون أول متصل معنا في هذه الحلقة. تفضل يا كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أذهب عنا الليلة وجاء بالنهار وجاء بكاظمي وجاء قبل علاوي وقبل أخي العزيز. نعم. الأزمات في العراق مستمرة. نعم. ولم تنتهي أي أزمة. من أزمات الأحزاب بضرب المتظاهرين بميليشياتهم. نعم. انتهاء بالاقتصاد المدمر، البطالة، السداد سد المصانع، إنهاء الزراعة، اليوم هذه كلها أزمات، وهذا كله كورونا. وباء كورونا اللي هم لحد هاي الساعة ما قدروا أن يصرفوا لهم درهم واحد بالمحافظات حتى يقدرون يسدون أو يواجهون وباء كورونا. لذلك الشباب قامت بكل الأمور الوقائية لمحافظاتهم. نعم. وكل مجموعة في محافظاتها. أخي العزيز، اليوم إحنا بنمر بأزمة غيرة، بأزمة شرف، بأزمة وطنية للأسف الشديد. وإلا شنو اللي صار أول بارحة؟ ليش يقتل هذا؟ ليش يستشهد هذا بالساحة؟ من المسؤول عن هذه؟ بمرأة وبمسمع عن من 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 جميع القوات الأمنية اللي واقفة. وتعالى السلام تدخل إلى الساحة وتضرب وتطلق النار بعنانها أمام مسمع ومرأة القوات الأمنية، وتقتل وتذبح وتتهم كل. نعم. هذا لأنه قلنا سنقول وسنبقى نقول. نعم. سنعود وبقوة إن شاء الله للساحات. نعم. سنعود وبقوة للساحات، وهالمرة لا إحنا راح ننهي الأزمات بإذن الله إن شاء الله. نعم. ما ننتظر لا الكاظمي ولا علاوي ولا الزرفي ولا الأرجنتين ولا أمريكا تنهينا الأزمات. نعم. إن شاء الله مقررين وقرار اتخذناه باتصالات مع المحافظات من بابل وكربلاء والنجف والناصرية. نعم. جزاهم الله خير، وجزاء الناصرية ما زالوا الآن هم بالساحات، والبصرة وواسط والعمارة وبغداد، وحتى جيانا شاركت فيها هالمرة. واليوم وهالمرة سوف تخرج تظاهرات في شمال بابل، في شمال العراق. ما أقول الأقليم، شمال العراق. شكرا جزيلا يا كريم.
وصلت الفكرة. أنا أشكرك وأعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون معنا. زمن من كربلاء، تفضلي يا زمن. شلون عفوا؟ مدى أسمع واضح، عيدي تفضلي. والله مدى أسمع زين. عفو يعني حضرتك تسألين على العفو؟ نعم، هو قالوا أن هناك عفو خاص شمل عدد من المعتقلين، لكن الكثير من المعتقلين الآن لا يزالون في السجون. هذا ما خرج من الحكومة، يقولون أكو عفو خاص، لكن المن حيشمل وكم واحد حيشمل؟ هذا الموضوع لحد الآن غير موضح من قبل الحكومة. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. اللي قاتله، أقول لك قاتله عند جنازة بيشمله؟ شلون؟ يا جماعة ما أسمع الصوت. اللي بس كرري أرجوك، عيدي مرة ثانية، فقدنا الاتصال. أعتذر جدا حقيقة، الصوت يصلني غير واضح تماما يا زمن. إذا باستطاعت تكررين الاتصال مرة ثانية أنا أشكرك طبعا، شكرا جزيلا. طيب إذا مشاهدينا الكرام، طبعا بالقضايا اليوم التي سنتحدث بها، قال برهم صالح قبل بضعة أيام أن العراق استطاع أن يتخطى الكثير من الأزمات. طيب لماذا كل مرة يتخطى فيها العراق أزمة يدخل في أزمة ثانية، أو أصح إذا قلنا تدخله أحزاب العملية السياسية أو حكومات ما بعد الاحتلال في أزمة جديدة وأزمة أكبر؟ لماذا وصل العراق إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن؟ ومن السبب الذي أدخل العراق بهذه الأزمة الاقتصادية؟ لماذا نرى أن هناك مصابين بفيروس كورونا في العراق في الوقت الذي كانت هناك أصوات من الداخل والخارج تطالب حكومات ما بعد الاحتلال بإغلاق الحدود مع إيران، ولكن لم تنفذ هذا الموضوع واستمرت الحركة إلى أن جلبت الوباء إلى داخل العراق؟ قضية أخرى وهي قضية استهداف المتظاهرين والمعتصمين، حتى هذه اللحظة لم تخرج أي حكومة شكلت منذ حكومة عبد المهدي ولغاية هذه اللحظة، أقصد من المكلفين أو حتى من عبد المهدي، لم يقوموا بإخراج الشخص المتسبب باستهداف المتظاهرين. في بداية الأحداث خرجوا بتقرير حقيقة مبهم، تقرير يعني المعلومات التي فيه سطحية، وقاموا باتهام بعض القيادات وقالوا بأنها تصرفات فردية، في حين الانتهاكات كانت في جميع المحافظات التي شهدت تظاهرات وثورة. هناك الكثير من الأمور التي تحدث هذه الحكومات لم تعالجها، الكثير من الأزمات لم تجد علاجا في العراق. من معنا الآن؟ من الموصل؟ طيب سيدة أم صقر من الموصل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج من برا فديل. أي نعم. أخوي يعني عندي معتقل والله. نعم. والله معتقل عندي معوق وعندي عجز 70%. نعم. والله العظيم ومظلوم، والله مظلوم من وراء المخبر السري. نعم. أرجوكم أن تسمعوا صوتي، والله مظلوم مواليد 99 والحاكم بالموصل حكم أعدام، والله العظيم مظلوم. وين معتقل يا أم صقر؟ معتقل بالناصرية، والله قلبي نار، هاي سنتين أنا ما شايفته. الله يكون بعونك. والله قلبي مثل النار عليه، والله العظيم لا ليل ليل ولا نهار. نعم. أرجو صوتي ينقل للحكومة، ينقذون على أبرياء، والله أبرياء. نعم. أرجوك يا أخويا، أخويا أنت أمر أحمد أمينة، والله مظلوم، والله العظيم مظلوم. أرجو من الله منكم أن توصلون صوتي تنقذونهم، والله. إن شاء الله يا أم صقر صوتك يوصل إن شاء الله وتسمعين أخبار طيبة. الله يكون بعونك وانا اشكرك للمشاركه، ونتفهم طبعا ونقدر هاي المشاعر ودموعك. طبعا ايضا من الازمات مشاهدينا الكرام هو ملف المعتقلين والمغيبين، هي ازمه ايضا كبيره جدا حقيقه، تعاني منها الكثير من العوائل العراقيه نتيجه بطش الميليشيات وفساد الدوله وفساد القضاء والقانون فيها، وبالتالي نرى هذه الاعداد الكبيره من المعتقلين والمغيبين
في سجون الحكومة وميليشياتها من الأزمات التي لم نرى برهم صالح يتحدث عن حلها، أو لم نرى أي من في العملية السياسية يتحدثوا عن حلها كمنجز من منجزاتهم الوهمية التي يحاولون خداع المجتمع بها. بالقطاع الصحي اشتكى مواطنون عراقيون من نفاد الكميات الواقية وارتفاع طبعا الكمامات الواقية وارتفاع أسعارها في أسواق العاصمة بغداد، تزامنا طبعا مع موضوع رفع حظر التجوال خلال ساعات النهار. أحد المواطنين قال إن الكمامات الواقية فقدت تماما من الأسواق نتيجة تزايد كبير في الإقبال عليها، وأضاف أن الأسعار زادت بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية. ارتفع سعر العلبة الواحدة من 5000 دينار عراقي إلى 22000 دينار عراقي. أزمة صحية يعاني منها العراق، ولم توفر هذه الحكومة أو أحزاب السلطة أو حكومات ما بعد الاحتلال أي علاج للأزمة الصحية أو أي خطوات صحيحة تتبع من أجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا ومساعدة العراقيين بالأدوات الطبية على وقاية أنفسهم وعوائلهم من تفشي هذا الفيروس. السيدة أم أنس من الأنبار، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله. والله يا أخي أنت تحكين على مود الحكومة، هي الحكومة شو فرصة النهاية صار من الاحتلال حد الآن شو فرصة الحكومة؟ ما تقول لي يا أخي شو فرصة ما فرصة غير الفساد والاحتلال والمعتقلين والمغيبين والظلم، وشو وفرت لنا الحكومة؟ ما تقولوا شو ما وفرت لنا؟ نعم شو ما وفرت لنا؟ ما وفرت لنا أي شيء، يعني هدف معتقلين أنطوا العفو ما شمل أي معتقل، أي سني ما شمله، شمل أهل الفساد، شمل أهل المخدرات، شمل ما طلعوا، شو طلعوا يا أخي العزيز؟ نعم ما طلعوا أحد، يعني ها صار هاي صالة زوجي صالة من 2017 اعتقل ولحد الآن أخذ حج الإمام علي، والحد الآن ما أعرف مصيره وين. ها صارت من هم اللي أخذوه؟ من هم اللي أخذوه؟ أخذوه حج الإمام علي. حج الإمام علي؟ إي نعم، طبوا علي من مخيم أم الجرابيع بالموصل واعتقلوه بالوحدة بالليل 2017/3/11. نعم. وعندي 5 أطفال يا أخي العزيز، لا راتب. طيب يا أم أنس، طالما أنتم تعرفون منه اللي اعتقله، ليش ما تواصلتوا ويا جهات حكومية على أساس إنه هي تشوف لكم شنو مصيره؟ ما خلينا والله يا أخي العزيز، ما خلينا يا منظمة، يقولوا لنا ما ندري بهم، ما نعرفهم، ما نعرف مصيرهم. نعم. أخذوا هواي من المخيم، أخذوا وما نعرف مصيرهم وين، ولحد الآن هسه نتبع وندور ومحامية وهاي. والناس اتلفنا والله يا أخي العزيز، الناس اتلفنا ما خلت عندنا يعني لا حول ولا قوة. نعم. اي خلينا محامي نقول ماني ما اعرف مصيره، ما نقولوا لي وين، انا اروح اشوف لكم اياه ونحط الواسطة الضابط، وتعرف انت وهاي 30 ورقة وابو 25 ورقة وابو 12 ورقة، ولحد الآن ياخذون ينسدون تليفون بوجوهنا حتى رد علينا ما يردون. نعم، يعني معناها يا أمانس انتم هم لازم تديرون بالكم يا أمانس، يعني احنا نعرف انه انتم قلبكم محروق على ابنكم، بس يعني هم هاي الموضوع مع المحامين، هم مجموعة عصابات مع احترامنا للزينين سلبوا أموال الناس بهالطريقة. نعم والله كلها حرامية، كلها عصابة، كلها والله يا أخي العزيز كلها والله العظيم. ومن ناس إلا يعني مقربين إلنا ضابط بالبغداد يداوم قال موجود وانطون 30 ورقة وصلكم مواجهة علي، واخذ 30 ورقة قال شهر ويوم مو قبول، وشهر وصار غاية سنة من شهر الرابع العام وهاي مصار سنة وحتى تليفون ما يرد علينا. نعم زين والله العظيم، واحنا محروقة قلوبنا، والناس بالعقل العام يا أخي العزيز والله الناشد الناس يعني شنو هي لا حول ولا قوة يا ربي، والله العظيم هذا شهر صغير والناس يعني مظلومة، والأمهات والزوجات والأطفال تنتظر أبهاتها تجي يوم عن يوم، والله عندك أقسم بالله رضعت من كل ماما، وين بابا وين، ليش بابا لحد الآن ما أخوه؟ الله يكون بعونكم يا أم أنس، والله يصبركم، وأنا أشكرك للمشاركة، نتمنى طبعا صوتك يوصل. طبعا بالخلافات السياسية الحاصلة الآن داخل العملية السياسية، مصادر نيابية تقول إن هناك خلافات بين تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ورئيس الحكومة أو المكلف مصطفى الكاظمي بسبب إصرار الكاظمي على إقالة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.
وقضية أيضا الخلاف توسع بين تحالف الفتح والكاظمي حول حصة التحالف في الحكومة الانتقالية، يريد التحالف أن يبقى جهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني من حصته، ومصطفى الكاظمي يرفض هذا الأمر ويريد أن يدار بالوكالة من قبل نوابه في جهاز المخابرات. باختصار شديد، في كل ما يحصل الآن من هذا الصراع ليس هناك أي التفاتة تجاه قضية المواطن العراقي وقضية البلد الذي سينهار اقتصاديا وسينهار بمجالات كثيرة إذا لم تتسارع الجهات لحل هذه الأزمات، وهو طبعا أمر غير وارد الآن في حسابات أحزاب السلطة، لأن موضوع الحصول على منصب والحصول على وزارة هو أهم بكثير من وضع العراق الاقتصادي أو وضعه الصحي. وهذا هو الذي يدفعنا إلى السؤال الذي نتحدث به عن من الذي يزال يعتقد أن هذه الشخصيات الموجودة في السلطة قد تستطيع أن تصحح المسار ويمكن أن تعطى فرصة أخرى من أجل أن تعيد البلد إلى طريقه الصحيح. معنا الآن السيد أبو الزهراء من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله إن شاء الله بالخير وكل بركة. مساء النور، حياك الله، أهلا وسهلا. والله يا أخوي العزيز، شوية أبادرك بالكلام، أنه البلد في أزمة ما دام المحتل وأذناب المحتل من الإيرانيين بالذات. نعم. من الإيرانيين بالذات. نعم. إذا ما يطلعون هذولا من العراق وأذنابهم يطلعون من العراق، والله العراق ما يشوف خير أبدا. نعم. وهؤلاء ما يطلعون إذا ما الشعب العراقي يتوكل على الله ويشد على حزامه ويشمر سواعته الثمر ويكون يعني حقيقي المواطن عنده غيرة على وطنه وعلى شرفه وعلى ناموسه. نعم. هذن خواتنا اللي يطلع اللي بينها وقوها السجين ومظلوم، والله بحال هذا المخبر السري والعياذ بالله. والله أنا أناشد العراقيين أن يسمعون كلام إن شاء الله. نعم. قوموا خلوا يصير عندكم وغيرة العراقية ما أبنى فوقت، قوموا تحركوا طهروا بلدكم. من يطهر بلدك أنت إذا ما تقوم أنت تطهره؟ نعم. منو يغسل بيتك وينظف بيتك من الوفخ اذا ما انت تقوم تطهر بيتك وتنظف من الوفخ؟ نعم. منو يغسل ملابسك وينظف الكيان اذا ما انت تغسل وتنظفين؟ انت تنتظر محتل وأذنان محتل يفيدونك او يرحمونك او يباعون عليك او ينظرون عليك بعين الرحمه؟ هاي مستحيله. نعم. انساها يا شعب العراق، انساها انساها، والله ما اشوف من هاي الزمره الا الظلم والهوان، وخاصه هذه اللي يسمونها الحشد الشعبي. نعم. الله يختيهم دنيا واخره. اسال الله جل جلاله ان يكتفهم عن بكر ابيهم هم وايران وكل اتباعهم، هذول هم سبب دمار العراق. احنا عندنا مؤسسات والجيش والمخابرات والشرطه يقول هذا، هذول منين طلعوا؟ نعم. قتله انتهكوا اعراض العالم، دمروا بيوت الناس، هلكوا العراق. نعم. دمروا العراق، دخلوا العراق في مطبات غني عنها. نعم. بلدنا ما يستاهل الشكل، العراقي شريف وأصيل، العراقي صاحب غيرة، لازم يتحرك العراقي، لازم يتوحدون. أريد أسألك يا سيد، أريد أسألك يا سيد أبو زهراء، سيد أبو زهراء أرجو منك بس تنص صوت التلفزيون أول شيء حتى تسمعني من التليفون. السؤال هو بخصوص تصريح قبل يومين لبرهم صالح، قال بغض النظر يعني شنو تفاصيل، بس اللي لفت انتباهي هي جملة انه العراق تخطى الكثير من الأزمات. شنو الأزمات اللي قدر العراق يعبرها، وهل هاي الأزمات كانت نهاية لكل الأزمات؟ يعني احنا لما شفنا موضوع داعش وطبوا للعراق والقتال والعمليات العسكرية ودمار المدن، شفنا بعدها أزمة جديدة طلعت بعد انتهاء، على أساس الانتهاء من تنظيم الدولة، طلعت أزمة دمار المدن ونازحين ومهجرين ومصيبة كبيرة من المعتقلين والمغيبين. شنو الأزمة اللي حلتها هاي الحكومات اللي اجتي؟ هل حلت الأزمة الاقتصادية؟ هل حلت أزمة الزراعة أو أزمة المصانع المتوقفة؟ إيش حلت بالضبط من أزمات؟ اللي انحلت من اجى الاحتلال لليوم. نعم. يا حلو، من يقول لك انت خلونك تبطل ازمات على يا اساس؟
اكو محتل يخليك تبطل ازمات، لازم يجيب لك ازمه وراء ازمه حتى يظل معشعش على هذا البلد وعلى خيراته وعلى شرفه وعلى اهله. ما عنده هذا، عنده ما عنده وطنيه، هذول ما عندهم غير يصنعون المشاكل بين الناس، هذا سني هذا شيعي. هذا تجي هسه بعض صارت كارونا بالكافيه حتى معنا والله، بس يمكن حوالي 10,000 مصاب ومنهم موته. هاي الاخبار يطلعونها كذابين دول، كذابين يكتبون للشعب العراقي على الشعب العراقي ان يصحى على زمانه ويبطل هماس سنه وشيعه. أنا على ابوها لا بجاه علينا اسمح لي اقول هذا الكلام. نعم. احنا بلد واحنا وطن واحد، احنا بيت واحد. نشوف العراق في اليسار، من شماله لجنوبه، هذا من عشيرة، هذا من طي، وهذا من فلان، كلهم بيت واحد. منين يجون هذول؟ هذا من يعرف؟ هو الاسلام. طيب. الاسلام الله اوجد واحد. الله سبحانه وتعالى يقول في القران ان امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ما اكثر. على اساس احنا نطيع هذول او نفعل هذول؟ على اساس؟ وضحت يا ابو زهراء، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. من بغداد السيدة أم نور من الموصل، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي قناتكم الرافدين. ورمضان مبارك علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. يا أخويا محمد شلون؟ الله يسلمك، تفضلي. والله نطلب العفو العام من هذول الحكومة، هاي الحكومة الفاسدة. ما بعد احنا ليل ونهار ندعي عليهم، ندعي عليهم، الله لا يوفقهم ان شاء الله. هذول المظلومين بالسجن لا حول ولا قوه لهم. نعم. وهذا المرض امنه يخوف وما يحسون، ما يفكرون بالشعب. نعم. يا اخويا والله نطلب من حضرتك ومن الله منك ان يدعون بالعفو العام، لازم يسوون عفو عام. ليش الدول انت تعفو عام كلهم؟ ما شنو ليش ما؟ نعم. هي شاكة هما حواوين، ما العالم بإطالب بالحفو العام؟ يمعودين السجون تصدق 60,000 سجين ونصهم أبرياء. نعم. يعني سبحان الله، احنا ندعي ليل نهار الله لا يوفقهم إن شاء الله، حتى يحسون على نفسهم. هاي الأمهات، هاي الزوجات، هاي الأولاد كلها تدعي عليهم. نعم. اي والله يا أخويا مظلومين، أصلا مظلومين عن طريق المخبر السري، عن طريق يضربوهم. تعالوا لا تعترفون على نفسكم، حسب انكم تعترفون. وانا اشكرك واشكر يا سيدة أمور، شكرا جزيلا. نتمنى ان شاء الله صوتك يوصل. طبعا نذهب الان مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد أبو محمود من الرمادي، تفضل يا أبو محمود. السلام عليكم شيخ أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ محمد، شلون صحتك أخوي العزيز؟ شلونك؟ الحمد لله بخير، الله يبارك فيك. احنا والله بخير الله يسلمك. احنا رمضان أقبل علينا، يعني رمضان يعني شهر الطاعة والقرآن. احنا نريد، احنا يعني معتقلين الرزازة، يعني نطالب، نريد يقول عمي الله هذا الشهر أقبل شهر الفضيل، يعني ما نريد نطالب، تقول لهم يا عمي الله يخليكم، نريد نعترف ونعرف مصير أولادنا وين. لا. يعني احنا ما نريد جاي نطالب، يعني نقول بس مرحبا قناتكم الشريفة، بس قناتكم الشريفة موصلة حقوق المظلوم. المظلوم بس انتم طلعتم وقفتم للمظلوم ويا رب العالمين. واجبنا يعني من عدو رب العالمين تقفتم للمظلوم.
فهذا الشهر يقبل عنا، واليوم يوم عرفات، واليوم كل الناس تبكي في ظلها، يعني ما تعرف وين ما وين. هاي خمس اعياد يعني خمس رمضانات احنا صايمين ما نشوف اولادنا. والله يعني ما الله كريم الله كريم. ونقول يا مصطفى الكاظم الناس بالكوادم كلهم من ثقلاتكم الشريفه، احنا نريد من عندنا ونريد من عندك، من عندك ولادنا، احنا نريد ولادنا من عندك، من الله ومن عندك، ثم من الله ثم من عندك. تقف تقف لا للانبار ولا للانبار، احنا ما نريد ما نريد نجيب سيارات ويجي علينا على الانبار، واحنا نريد يجي يمشي بنفسه بس وحده، يقول انا جبتكم وانا جاي على اهلي، واحنا اهلي يا مصطفى، يا مصطفى الكاظم من خاك بالكوادم كلهم. نقول لك احنا نريد ولادنا، واكبر علينا العيد وجانب الشوارع طايعه، خلي تبغون الله بالمعتقلين، نريد تبغون الله بالمعتقلين. قلنا الناجدك بالكوارب كلهم، والناجدك برب العالمين، والناجدك بالكامل ابو جوانين، انك تبرج على ولادنا تطلنا ولادنا. كل شيء ما رايدين نعدم، حتى الله ما رايدين لا عبار ولا ريد كل شيء، واحنا دينا قاعد بيتنا قاعد على قاع، وبالزرعان سوينا بيتاتنا، لا دولة بس تعويض ولا كل شيء. والله استاذ محمد انا بيت طلع جدي قال راجعنا بتراب، كما كان تراب ما واقع مكانه، ومنكم الطيبين سوهم بالسلسلة وطلع. يوصل صوتك ان شاء الله، يوصل صوتك. انا اشكرك يا ابو محمود، يوصل صوتك ان شاء الله. معنا سيد جرجيس من كركوك، تفضل. جرجيس موجود بس نص صوت التلفزيون لو سمحت، واسمعني من التليفون. جرجيس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا جرجيس. شلونك استاذ محمد؟ اهلا وسهلا، تفضل استاذ محمد. احنا يعني مظلومين ظلم شلون ما تريد. بالنسبه للاتحاديه اذا طلع فوتوا ببساطه ياخذون منه فلوس لو يرجع له، يعني هذا الاسلوب اللي مستخدمينه هسه بكركوك يا سيطره. فهذا الاتحاديه هذه من الرشاد وانتجر. نعم. جورجيس نص صوت التلفزيون رجاء. ما منزلينه، مو اسمع صدى صوت. تفضل كمل استاذ محمد. نعم. فاحنا بالنسبه لنا كركوك يعني شلون انت هذا الاسلوب المهم تحكي، يعني انت تحكي والله انت احنا جايين محررينكم، انتم دواعش كلكم يا دواعش، دواعش انت والدواعش قاعد تفردون سوا، احنا يا مالتنا دواعش، يعني كل من فايت بالطريق والله انت داعشي، وهذا كل سالفه احنا جايين محررينكم. نعم، سواها من نية عليكم. ما أقول لك يعني تصرفات نعم. تصرفات شلون جاية، يعني عتبنا على الشيوخ العشائر بالجنوب، احنا انسحقنا هنا سابونا. نعم. بس الجنوب هم على أدنى شيء يتذابحون بيناتهم وبالرباعيات، ليش ما يقومون على هاي الحكومة اللي نعم. قاعدة ذبحتنا وردت تذبح بيهم. نعم. أنا أشكرك يا جرجيس من كركوك، شكرا جزيلا. طبعا أكو أمور تحدث بالعراق حقيقة وأخبار تنتشر وقد تؤلم البعض وقد تغضب البعض وقد حقيقة يكذبها البعض من التابعين. دعونا نطرح الموضوع حتى تكونوا بالصورة مشاهدينا الكرام. طبعا انتشر على مواقع إيرانية، مواقع إخبارية إيرانية رصينة، وكذلك على مواقع عراقية عربية إن كانت أو غير عربية، خبر مفاده أن مكتب السيستاني في مدينة قم في إيران قام بالتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي في سبيل علاج أمراض مرضى أمراض القلب في إيران. وكالة إيرنا الرسمية نقلت عن مصادر مقربة قولها أن مكتب السيستاني تبرع بما لا يقل عن 1.5 مليون دولار أمريكي لعلاج أمراض القلب التاجية في إيران. طبعا الموقع بعد التحري تبين فعلا أنه دقيق الخبر، بحثت عنه في مواقع إيرانية كثيرة أيضا إخبارية ووجدت الخبر صحيح للتأكد طبعا، وهذا تأكيد أن السيستاني قام بالتبرع بهذا المبلغ إلى إيران. الرابط بالكلام هو احنا تحدثنا قبل قليل عن أزمة الكمامات الموجودة في العراق وكذلك أزمة كورونا أو القطاع الصحي. نؤكد هنا أن مكتب السيستاني
يقوم ببناء مدينة، ببناء أكبر مستشفى في مدينة قم، وهي واحدة من أكبر المستشفيات في إيران، تسمى مستشفى النور بسعة 350 سرير، وتضم مركز شامل للسرطان مع قسم كامل للطب النووي، يتم بناء على مساحة 75 ألف متر مربع و 60 ألف متر مربع من البنية التحتية. طيب، العراقيين ما يستهلون؟ لماذا تذهب هذه الأموال إلى إيران؟ لماذا تذهب أموال العراقيين إلى إيران من السستاني ومن غير السستاني؟ المليون ونصف مليون دولار، ألا يعتبر العراقي ابن النجف؟ البارحة اللي عرضنا المرأة اللي كانت تبيع ابنها، تريد تبيع بنتها في مدينة النجف من الجوع والمرض، أليس هم أولى في مدينة هي تعتبر مركز المرجعية؟ ألا يجب أن تعتبر مدينة النجف هي واحدة من أرقى مدن العالم، لأنها المفروض فيها المرجعية اللي تتكلم بحقوق الفقراء وبمساعدتهم وبدعمهم وإغاثتهم؟ لماذا نرى هذا الفقر في العراق؟ ولماذا نرى هذا المرض؟ لماذا نرى أموال العراقيين بالملايين من الدولارات من أين جاءت؟ جاءت من العراق، نراها تذهب إلى إيران لمعالجة المرضى في إيران. طب ماذا عن مرضى السرطان والقلب الموجودين في العراق؟ مدينة البصرة مليئة بأورام سرطانية ومليئة بمرض السرطان الذي نهش في أجساد كثير من العراقيين. لم نرى من السستاني أو من غيره من قام بعمل هذا الأمر. مقتدى الصدر يخرج في تغريدة على تويتر يتحدث عن جمع الأموال من ذوي الإحسان، من أصحاب القدرات المقدرة على مساعدة العراقيين، ولم يتحدث بالبدء بنفسه وهو صاحب مراكز سلطة وصاحب ملايين من الدولارات. هذا مشاهدينا الكرام حقيقة أو طبيعة الأشخاص الموجودة في العراق. ونرى الآن العراقيون بلا كمامات، بلا مساعدات طبية وغذائية وإغاثية لإعانتهم على ما يواجهون من مشاكل وأزمات. نرى أموالهم تذهب إلى الغير، كما قدمت حكومات ما بعد الاحتلال الأموال إلى إيران والبترول إلى إيران بأسعار رمزية جدا، وتعود إيران لتبيع هذه المنتجات وهذا البترول إلى العراق بأسعار باهظة جدا. نرى أيضا من يتحدثون باسم الفقراء والمظلومين، نراهم يقومون بإنفاق هذه الأموال على الغير، وكما مستشفى الكفيل طبعا التي تعتبر واحدة من أغلى المستشفيات كلفة للعلاج في العراق، وهي طبعا تابعة للعتبة العباسية لأحد وكلاء السستاني. من معنا الآن؟ السيد أبو أنور من الموصل، تفضل. محمد، الله يسلمك يا أبو أنور. الله يرضى عليك. والله أخويا الحكومة يعني إيش أقول لك عليه؟ نعم. أن طالب والله العظيم بعدام المالكي اللي دمر العراق. هو نعم. وهاي الأحزاب السلطة الفاسدة. نعم. نعم الله عليك. فقتلهم المظاهرين بغداد والحويجة والموصل. وأن طالب حفظ الناس. نعم. المظلومة. يا أبو أنور، تتوقع هاي الشخصيات الموجودة بالعراق الآن بالعملية السياسية تستطيع أن تحل الأزمات الموجودة بالعراق؟ لا والله بالعكس يا سيد محمد، والله زيدها شوف. فأنا طالب من والله يعني شغلة شو أقول لك؟ أنا طالب الله والمظاهرين بس الله يحلونها، والله العظيم ما تنحل، والله العظيم تقت رواحنا سيد محمد. إحنا بدنا نسمع يا أبو أنور الكثير من المناشدات من أهالي معتقلين ومغيبين، وحقهم طبعا، هذا حقهم الشرعي أنهم يطالبون بأبنائهم ويطالبون بمعرفة مصير أولادهم، لكن احنا دائما نسأل من اللي يدخلهم إلى هاي السجون والمعتقلات غير هاي الميليشيات وأحزاب السلطة الموجودة؟ يعني هل ممكن أو هل من المعقول أن هاي الشخصيات اللي ساهمت بزج بملء سجون العراق بالمعتقلين الأبرياء هي اللي ممكن تطلعهم وتفرج عنهم؟ أصبح الآن موضوع المعتقلين هي أحلى تجارة بالنسبة لهؤلاء، أنه كل شخص موجود في السجن عليه ذاك المبلغ وذاك الحساب. والله في النار، والله ما تحكي صحيح. يعني الله وكيلك ناس أبرياء، ناس يعني شو أقول لك، الله وكيلك. نعم. روح على تفيرات الكيف وشوف الفيصلية، والله العظيم يعني يد من القلب، الله وكيلك. نعم. نعم الله عليك. انا اشكرك يا ابو انور. الله سبحانه وتعالى. نعم. والمظاهرين ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابو انور من الموصل، كنت معنا.
طبعا يعني بالحديث طبعا لا نريد أن نحبط عوائل المعتقلين ذوي الأبرياء الموجودين في السجون، لكن نحن نتحدث بمنطق وواقع مشاهدينا الكرام. من المتسبب في ملء سجون العراق بالمعتقلين الأبرياء؟ أليست هذه الأحزاب وهذه الحكومات وكذلك ميليشياتها؟ القوات الحكومية التابعة لها كم قامت باعتقال عراقيين بلا أوامر قضائية وبدون أي مذكرة إلقاء قبض وبشكل غير قانوني؟ وكم من معتقلين أو مغيبين تم تغييبهم أو اعتقالهم على يد ميليشيات تابعة لهذه الحكومة بشكل أيضا غير قانوني وغير شرعي، بالإضافة إلى التعذيب وبالإضافة إلى قانون وقضاء فاسد؟ كيف يمكن لهؤلاء أن يقوموا بإخراج المعتقلين وهم المسبب لإدخالهم أصلا إلى السجون والمعتقلات؟ في بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام، لدينا رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد، أولا شهر مبارك مقدما على الجميع باليمن والبركات، آمين أجمعين. يقول ثانيا: العراق يمر منذ 2003 وللآن بأزمات اقتصادية ومالية وسياسية عديدة، سببها الحكومات التي أتت على ظهر الدبابة الأمريكية، فقر، فساد مالي وإداري، قتل الأبرياء، خطف، اعتقال، سجون وغيرها، كثير أزمات. الحكومات لم تفعل شيء يصلح وضع البلد، لذلك التغيير بالثورة هو هدف ثوار تشرين الأبطال، والرحمة والخلود للشهداء الأبطال، والحرية للسجناء، والشفاء للجرحى، والنصر للعراق. والتحية لكادر قناة الرافدين وللعاملين فيها ولهيئة علماء المسلمين وللأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري، الآن هو مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، ولهذه القناة التي كان لها منذ التأسيس خطها لمعاداة الحكومات والاحتلال والعملية السياسية البغيضة المشؤومة. سيد مبروك من الإمارات، أشكرك شكرا جزيلا. لدينا الآن في رسالة من أبو نورة يقول: السلام عليكم، نهنئ أهلنا في العراق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ثانيا، إن شباب الثورة رفعوا العراق من قاع الزجاجة إلى عنق الزجاجة، ولم يتبقى إلا ثورة عارمة تخرجه منها. العراق يوشك بإذن الله أن ينتصر، وعلى أمريكا أن تصلح خطأها وتخرج هذه الحثالات الإيرانية التي جلبتها معها. في رسالة لدينا من السيد أبو محمود من الرمادي يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، يشملهم العفو، والله أبرياء فرح الأهالي، مقبلين على شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران. هذه الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام في الحلقة لهذا اليوم. طبعا كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة، العراق يمر بأزمات كثيرة، إن كانت على الصعيد الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بانهيار أسعار النفط عالميا، وتأثر العراق كذلك باعتباره يعتمد على 95% من وارداته المالية على النفط، وهو بالتالي يتأثر تأثرا يعني قويا بالقرارات الدولية وكذلك السياسات الخارجية التي تحدث، والتي تنعكس طبعا بصورة سلبية على العراق وعلى وضعه الاقتصادي. لماذا لم يكن هناك اعتماد على قطاع الزراعة أو على الصناعة أو على إعادة الوضع إلى ما هو عليه من أمن وأمان، تصليح أوضاع البلد، البنية التحتية، لكي يكون أيضا بلد له دخل سياحي باعتباره بلد أيضا فيه الكثير من الآثار والمواقع الأثرية؟ طبعا تم تدمير الكثير منها، لكن أقصد الفكرة العامة أنه لماذا لم تقم هذه الحكومات على إنجاز كثير من المشاريع أو كثير من القطاعات الأخرى بإحيائها، لكي لا تعتمد فقط على قطاع النفط لكي يكون المورد لها؟ هذه أزمة من الأزمات التي أدخلتنا إليها حكومات ما بعد الاحتلال، ولا أحد يعلم كيف يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية وهي تؤثر بشكل كبير على حياة العراقيين في الداخل. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.